صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، واهلا بكم في فقره جديده من برنامج شباب على الهواء. كل سنه واخواتنا الاقباط بصحه وسلامه، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن مشكله سلبيه منتشره بشكل كبير جدا جدا في معظم البيوت المصريه، هي عاده تقليديه سلبيه. النهارده هنتكلم عن جهاز العروسه. خليني الاول ارحب بزمايلي فرح وجمان، اهلا بيكم. اهلا بك يا ندى. اهلا بك يا ندى واهلا بك يا فرح، وصباح الورد على احلى جمهور بيشوفنا. موضوعنا النهارده جديد ومختلف، تابعونا. النهارده هنتكلم عن جهاز العروسه. مشكله جهاز العروسه دي منتشره في معظم البيوت المصريه، كمان عند جميع الفئات، يعني عند الناس المقتدره ماديا وعند الناس المتوسطه ماديا وعند الناس اللي اصلا مستواهم المادي تحت الصفر، اللي كمان بيبقوا اولادهم بيشتغلوا ويساعدوهم في مصاريف البيت. كلموني اكتر عن الموضوع ده. هو فعلا يا ندى معظم الناس بقت بتبالغ جدا في موضوع جهاز العروسه ده. يعني مثلا لو في حد جاي متقدم لبنتهم بيطلبوا منه مبلغ وقدره بقى كشبكه او مؤخر او مقدم او اي حاجه، ان فكرتهم ان هم كده بيأمنوا مستقبل بنتهم. احنا عايزين نوصل الفكره ان انت بتامن بنتك مع الراجل، مش هتأمن لها عبيل فلوس. مظبوط، انت بتأمن على بنتك نفسها، مش هتأمن الفكرة، مش فكرة فلوس. انا بتفق معاكي جدا يا فرح، بس مش عايزين ننسى ان الفكر ده قديم شوية، يعني قبل تطور التكنولوجيا، قبل تطور عقول الناس ودخول السوشيال ميديا عليهم كان بيفكروا التفكير ده. لكن بتهيألي دلوقتي مش كل الناس بقت تفكر بالتفكير ده. دلوقتي بقت البنات اهدافها مختلفة، يعني بقت البنت مش اهدافها ان هي يجي لها دهب بالمبلغ الفلاني، هي حلمها انها تقابل الشخص المناسب اللي يكون صاينها ويكون حاميها ويتقي ربنا فيها. بس احنا مش بنتكلم على البنت نفسها، احنا بنتكلم على الاهالي، ومش بنقول معظم مش بنقول كل الاهالي، احنا بنقول معظمهم، يعني بنتكلم على فئه معينه من الاهالي. مظبوط، احنا بنتكلم عن جهاز العروسه، يعني عن الفكر عند الاب والام المصريين. لما بنتهم بيتقدم لها عريس، الام بيبقى كل تفكيرها ان هي عايزه تجيب تلاجة وغسالة وبقى من كل حاجة 2 3 طقم الفوط 3 4 5 6 وهكذا. بالظبط، بقينا بنشوف اعداد مهولة، اعداد رهيبة. بيجيبوا مثلا 20 كرتونة فوطة، ممكن يقولوا اجيب بقى فرن وميكروويف وكده، مثلا بيبصوا انا جارتي جابت حاجة فانا لازم اجيب اعلى منها، بنت خالتي جابت شبكة بكذا فازاي احنا نجيب اقل منها فلازم نجيب اعلى. ده تفكير معظم الاهالي، هم شايفين ان هم كده ظاهرين باحسن صورة. ما هي الحاجات دي بتؤدي لنتائج سلبيه جدا. مزبوط. واكبر دليل على كده ان في ناس كتير غارمات موجوده في السجون دلوقتي، واكبر دليل على كده ان في ناس كتير بتكتب على نفسها شيكات وبتداين نفسها عشان خاطر بس انها تجهز بنتها وتقول مزبوط. انا جبت لبنتي الحاجه الفلانيه، انا بنتي جابت مهر بالمبلغ الفلاني. بالظبط، مش بيفكروا غير في منظرهم قدام الناس، مش بيفكروا بقى بنتهم مبسوطه اصلا، ممكن تكون مختاره شخص غلط، يعني هي دي الفئة غلط. هي دي الفئه اللي تحت الصفر اللي انا اتكلمت عليها، اللي بتبقى البنت اصلا يعني بسيطه جدا والاسره بسيطه جدا، والبنت مثلا بتشتغل في مصنع، بتشتغل في مكان عشان تساعد اهلها، ومامتها كل تفكيرها ان هي عايزه تظهر قدام العيله باحسن صوره. قدام العيله، قدام الجيران. مظبوط. ما بتحبش تجيب لبنتها حاجه اقل من اللي الناس جايبينها. ما احنا مش عايزين ننسى ان حتى لو هو معاه فلوس وقادر ان هو يجيب لها حاجات كتير، مش هيقدر يعيشها، مش هيقدر في امان، حتى لو هو الشخص الغلط. افرض ان هو يعني شخص ما عندوش اخلاق، او شخص ان هو مش بيحبها كفايه، ده معناه ان حتى بفلوسه وحتى بالحاجات اللي هو هيجيبها وكل الحاجات دي هو برده هي مش هتكون مبسوطه معاه. ودي الكارثه الحقيقيه بقى، ان لما بيكون اصلا ده الشخص الغلط بتبقى الام يا حول الله يا رب ان هي اتدينت وباباها اتدين ومش عارف يسد منين، وجوزها دوت بياخد الحاجات دي يبيعها. بالظبط. سي مثلا يكون متعاطي، يكون ما بيشتغلش، يكون وهكذا، الحاجات دي كلها الام والاب بيتحبسوا، والبنت بتبقى عايشه حياه سيئه جدا جدا. فالحاجات دي كلها في الاخر مش بتفيد، والحاجه دي اساسا حتى ما بيجيبوها هي بتتركن في البيت كمجرد شكل مش اكتر. هي ده كله نتيجه التفكير السلبي، ليه ما نتعاملش بكل حاجه بتوازن؟ يعني مثلا هاتي الحاجات اللي انت عايزاها والبنت بس متطلبتها، لكن مش نروح نجيب مثلا الحاجات الاساسيه. 100 معلقه، هم شخصين بس اللي عايشين في البيت، 200 فوطه، بنسمع ارقام مهوله للحاجات وهم اصلا مش بيستخدموها. هو 100 معلقه بس، ده والكاتل اتنين والخلاط اتنين والكبه اتنين. احنا مش فاتحين اوتيل، ده هم شخصين بس اللي عايشين. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان البساطه اهم من اي حاجه، اهم من شكلكم قدام الناس. جيبوا الحاجه اللي انا هستفيد بيها، اللي انا هستخدمها. وكمان بيجيبوا حاجه، يعني حاجه اوضه الاطفال، يعني مثلا العريس هيجيب هيفرش 3 اوض 4 اوض، يجيبوا حاجه اوضه الاطفال دي 3 4 5 6 كتير جدا. بالزبط. يعني كانهم هيخلفوا 10 عيال. ولسه ما فيش بيبيهات. بالظبط، احنا لسه في بدايه الحياه، اللي هو احنا هنجيب
من كل حاجه حاجه حاجتين، الحاجات اللي هنقدر نستخدمها مش اكتر. احنا لو اتعاملنا بكل حاجه ببساطه وتعاملنا بعدل هنقدر ان احنا نعيش حياه سويه من غير مشاكل، حتى لو انا مقتدر ماديا يعني، حتى لو انا مقتدر ماديا من غير مشاكل ومن غير وما نجيش على نفسنا وندين نفسنا علشان خاطر منظرنا، وبرده ما نجيش على ظروف الشباب يعني نقدر ظروفهم، ما نطلبش منه مثلا شبكه بمبلغ وقدره علشان انا بنت خالتي جابت شبكه. احنا كده بنعجزه، احنا كده مش بنسهل الموضوع عليه، بالعكس ده احنا كده بنعجزه ونخليه ان هو مش قادر ان هو يعمل كده. وفي جوازات كتير جدا جدا بتتفركش بسبب الموضوع ده. في الاول في الاخر احنا المفروض بنشتري راجل، الراجل هي يعني اهلي هيكونوا مامنين عليا معاه. المفروض اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك واحنا بنشتري راجل. المفروض فعلا نطبق الكلام ده، بقى قليل جدا ان احنا نطبق الكلام ده. يعني الاب دلوقتي الشاب يجي له لا انا عايز 100 جرام ذهب، لا اصل اختها اتكتب لها كذا، اصل بنت اخويا اتكتب لها كذا، كل واحد ليه حياته، اصل جارتنا اتكتب لها كذا، كل الحاجات دي بتتكتب في القايمه. وفي بعض الحالات يعني بيجبروا الشاب ان هو يكتب حاجات مش موجوده اصلا. ايوه وساعات بيمضوا على فكره على شيكات على ايصالات امانه. في جوازات كتير بتتفركش بسبب الموضوع ده. يعني بتقف على نقطه معينه بيكون ما بينهم خلينا متفقين ان الشبكه والمؤخر وكل حاجه دي طبيعي لازم تتكتب للعروس، بس بالاصول بالظبط. انا احفظ حقوق بنتي، انا احفظ حقوق بنتي من غير ما اضغط، يعني احط الولد اللي جاييني دوت مكان ابني. انا لو ابني مش هرضى عليه الكلام دوت، ان انا اورطه بحيث ان انا خلاص كل وجهه نظري انا كده مامن بنتي. هو ماضي على وصل هعرف امسكه لو عمل فيها حاجه. لو انت لو طلقتها احنا هتتحبس يعني هتتحبس. ما هو ده مش منطقي خالص، ما هو مش هيعيش عشان خاطر ان هو كاتب على نفسه حاجات بالزبط. هو بيعيش عشان خاطر هو عايز يعيش مع البني ادم دي ولا نيجي على نفسنا ان احنا نجيب حاجات اكتر من اللازم ولا نيجي على الشباب. مظبوط. للاسف وقت فقرتنا خلص ولكن الكلام لسه مخلص. احب اقول خير الامور الوسط، ونحط نفسنا مكان كل شاب. يعني انا احط نفسي ان دوت ابني، نفس الفكره الام تبقى في توازن، بلاش ندي نفسنا ونورط نفسنا. دمتم في حفظ الله.